إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد في قناة العلم على الأكاديمي. اليوم وقع الاختيار على البيتكوين، سنقوم بتحديث تحليله. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها وسأضعه لكم في صندوق الوصف. في هذه القناة نضع آخر عروضنا وآخر عرض، هو دورتين بسعر دورة واحدة، دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من المعلومات فقط ب 197 دولار. وبعد مرور الشهر الأول من أخذك للدورة يمكنك البدء بطرح الأسئلة ونتابع معك إلى أن تصبح محترف، وكذلك يمكنك الالتحاق بقناة التحليلات اليومية للتطبيق معنا حتى تصبح متداول محترف. وفي هذه القناة التحليلات اليومية سنقوم بتحليل بيتكوين، الذهب، اليورو دولار والداو جونز. هذه تحليلات يومية ليست توصيات، للتطبيق، وتقارن تطبيقي مع تطبيقك يعني تحس أو ليكون لديك يعني التحليل الصحيح لتقارنه مع ما قمت به أنت. هذا من جهة. إذا أردتم الاشتراك في هذا العرض يمكنكم يعني أخذ الرابط الذي سأضع لكم في التعليقات. خذوا الرابط كاملا، هو رابط تليجرام. انتبهوا، هناك من يريد، من ينتحل شخصية قناة العلم على الكذب وشخصيتي. انتبهوا من هذا الأمر، اطلبوا رسائل صوتية، يعني احموا أنفسكم إلى أكبر عدد ممكن. لا نقبل الكريبتو، لا نقبل الدفع بالكريبتو. من طلب منك الكريبتو فهو نصاب، نحن نتعامل بالحساب البنكي وباي بال. أوكي أصدقائي، هذا من جهة. لا تنسوا الذهاب إلى الموقع beeprowavetrader.com. beeprowavetrader.com، في هذا الموقع نضع مقالات، نضع كتب مجانية مثل الدل الأساسي للشمع اليابانية. فقط اضغط على ابدأ الآن مجانا، ضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي إلا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم على الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك هو أن تراقب، تشاهد، تقارن، وهذا جبلك طريقة يمكنك الانضمام إلى العائلة وإلى دورتنا التدريبية. طيب، البيتكوين. البيتكوين لازلنا في نفس المكان الذي حللناه يعني أول يعني يومين هذه، أو يوم واحد. ماذا قلنا لما حللنا البيتكوين؟ يعني دائما أحب أن أعود إليكم، أنا سأستعمل فقط هذه الموجة، هذه الموجة الأخيرة بنيتها بالنسبة لي لا زالت لم تكتمل. لدي موجة أولى ثم تصحيح ثم موجة ثانية، لدي زيادة في زخمات الموجة بالمقارنة مع هذه الموجة، مما يعني أن البيج بوي هو بيعي على فريم 4 ساعات. البيج بوي الحوت هو بيعي على فريم 4 ساعات، مما يعني أنني لا أستطيع الدخول عكسه. كل ما صعد السعر سيرجعه، كل ما صعد السعر سيرجعه، حتى لو صعد السعر سيتم إرجاعه، إلا في حالة واحدة، إذا صعد السعر بقوة وبدأ يصحح هنا، هذا يقول لي أن خلاص البيج بوي البيعي انتهى، وهنا سأبحث عن الصعود. غير ذلك لا يمكن البحث عن الصعود ما دمت في هذا الجدار. هذا بالنسبة لي جدار، it's wall، جدار لا أستطيع اقتحامه. هل تستطيع أن تقتحم جدار؟ لا يمكن. يجب أن تكون لديك أدواتك. أدواتي هي هذه الزيادة في الزخم زائد هذا التصحيح الذي يقول لي أن هناك زيادة في الزخم الشرائي، مما يعني أن هناك بيج بوي أقوى دخل هنا. طيب، هل هذا الأمر حدث لحد الساعة؟ لا. بالتالي لازلت في تصوري أن بنية هذه الموجة لا زالت لم تكتمل، ولدينا مسافة لاستغلال هذه المسافة، يمكننا استغلالها. كيف ذلك؟ تتذكرون عندما وضعت هذا الترند لاين وحذرت أصحاب الترند لاينات الذين يتداولون الترند لاينات، سيقول أوه تم كسر الترند لاين خلاص ليقوم بالبيع. غلط. ماذا قلت لكم؟ قلت لكم انتبهوا، سيتم كسر الترند لاين، ولكن انتبهوا لازلنا لم نكسر هذه القمة. نحن دائما نتوقع أن يكون لدينا الريجولر فلات، كسر القمة، هذه القمة، وبعد ذلك النزول، هذا ما نتوقعه دائما. لم يتم الكسر، لا يمكنني توقع الكونتراكتين فلات، هذا يسمى كونتراكتين فلات. بالتالي إذا أردت أن أتوقع الهبوط وأكون متأكدا، أريد أن أرى حركة ثم تصحيح قبل النزول. هل هذا وقع؟ لا، تم كسر هذه المنطقة وخلاص ورجع، وهذا ما قلنا يمكن أن يكسر ثم يعود يكسر القمة، وهذا الذي يتحقق حالا. بالتالي إذا تم كسر القمة، أوكي، الآن بالنسبة لهذا التصحيح اكتملت بنيته، مما سيؤدي بي إلى القول. اسعد، أدخل الناس في صفقات شراء، يعني اصعد بقوة، أريدك أن تصعد بقوة، أدخل الناس في صفقات شراء وفجأة أعطني موجة دافعة ثم تصحيح. أريد أن أرى منطقة تمركز الأموال، وهذا يؤدي بي إلى النزول. إلى أين؟
إلى مستوى الأربعين 42 ألف، ثم إلى مستوى 34 ألف، ثم إذا أمكن مستوى 28 ألف، إذا كان كل هذا expanding flat، إذا كان كل هذا expanding flat، expanding flat هذا التصحيح. تلاحظون إذا نحن الآن نحاول إكمال هذا التصحيح، لدينا موجة أولى، لدينا موجة ثانية، ونحن في الموجة الثالثة لهذا التصحيح. نتوقع أنها لا زالت لم تكتمل، قد تكتمل هنا، قد تكتمل هنا، قد تكتمل هنا، قد تكتمل هنا، لا أدري، لكن نتبعها إلى أن تكتمل. أوكي أصدقائي، إذا هذا هو تحليلي للبيتكوين اليوم، أعطيتكم السيناريوهات الممكنة. انتبهوا، احذروا احذروا، إذا ليست لديك خبرة أخي الكريم يمكنك الاشتراك معنا في دورتنا التدريبية واستغلال عرض دورة بسعر دورة واحدة، وهذا هو الرابط الذي يمكنك التحدث معي فيه مباشرة. خذ الرابط كاملا، خذ الرابط كاملا حتى لا يتم النصب عليك. هذا الرابط هو رابط تليجرام، وأنا الذي أجاوبك مباشرة. أطلب رسالة صوتية باسمك مني وسأجاوبك أخي الكريم، لا تقلق من ذلك. لا تنسوا أن تفجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا أن أعرفكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم يوسف عشي من فرنسا. قد بدأت الاهتمام بهذا المجال لدي مدة أكثر من عام منذ فترة أزمة كورونا، ولهذا توجهت لهذا المجال من أجل كسب المال بسهولة، ولكن كما قال الأخ وسام إنه مهنة خطيرة ويمكن أن تخسر أموالك، وبالفعل خسرت أموال طائلة رغم أني استعنت بدورة تدريبية بايضة الثمن. ففقدت الأمل وفقدت الثقة في نفسي وبدأت بالانسحاب، حتى صدفة ومؤخرا تعرفت على قناة العلم لا يعرف الكذب في اليوتيوب للأخ وسام، الذي بفضله استعدت الأمل وثقة في نفسي مع الفهم التفصيلي والمنطقي للتداول، الذي يمكن تعلمه بطريقة جد وسهلة وبسيطة في متناول جميع كل المستويات. السلام عليكم أخ وسام، أتمنى تكون بخير. كنبغي نشكرك بزاف بزاف على الدورة تاع التحليل الموجي، يعني الدورة الرائعة 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 بمعنى الكلمة. يعني حتى اللي ما كان عمره دخل التداول بحالي انا، عمري دخلت التداول، عمري داولت يعني عاد جديد في الميدان صراحه. يعني كتشوف يعني التحليل ومن كتجي للتطبيق كتلقى داكشي اللي كاين في الدوره كاين في يعني كاين في الشرط نتاع المنصات نتاع التداول. يعني من يعني الدوره رائعه جدا، كنصح اي واحد اي واحده كيف ما كان المستوى ديالو في التداول، واخا يكون زيرو كيف انا يعني بديت من جديد كيف ما كان سميتو تاع التداول يعني المستوى ديالو في التداول، ياخذ هاد الدوره ورخيصه، يعني ماشي شي ثمن اللي هذه يعجز الانسان. والصراحه القيمه تاع الدوره والقيمه تاع الانسان، يعني قيمه الانسان اللي كي شدها غير على الناس اللي معاه اللي داخلين معاه في دوره وباغيهم يتعلموا، صراحة هذاك الشيء لا يقدر بثمن. يعني السلام عليكم، وإن شاء الله نشوفوا ساعة خير. تحياتي للجميع، بدي أشكر الأستاذ وسام على دورة البرايس أكشن اللي كانت المفاجأة كتير حلوة من بعد دورة تحليل الموجي، والمفاجأة اللي فيها إنه بسيطة، طبعا بحتاج الى تركيز ومحتاج الى تكرار ولاستمرارية، بس طريقة الشرح بإيجاز وبمخزى كتير غني بالمعلومات. فبتشكر الأستاذ وسام على هاي المفاجأة الحلوة اللي قدم لنا إياها واللي هي البرايس أكشن. شكرا كتير أستاذ وسام.